لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة من باب صفة الحج ودخوله ودخول مكة، صفة الحج ودخول مكة، عند الحديث السادس، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. قال رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، أي رواه الحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والبيهقي رواه موقوفا، يعني على ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه استحباب تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، وإن كان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، والأولى أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. فالحديث يدل على استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وعند محاذاته أثناء الطواف، وهذا لمن سهل عليه، وهذا لمن سهل عليه. أما مع الزحام وأذية يعني الطائفين فلا يشرع، بل تركه أفضل، يعني مع سنية ذلك، إلا أنه في حال الزحام تركه أفضل، إذ أن الاستسلام أو التقبيل فضيلة أو سنة على أحسن الأحوال، أما أذية الناس فهي محرمة، ولذلك فلا يقدم المستحب على المحرم، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، تراه يزاحم على الحجر لأجل أن يستلمه أو يقبله ويرتكب المحرمات، بل وبعض النساء من شدة الجهل تتزاحم مع الرجال وترتكب المحرم وتعرض نفسها ل يعني ما لا يجوز لأجل أن تستلم الحجر، وهذا باطل والعياذ بالله، فإن هذا محرم، واستلام الحجر فضيلة أو سنة، ولذلك لا يقدم فعل السنة إذا كان، بل يرجع فعل السنة إذا كان لا يوصل إليه إلا بالمحرم. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. قال متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا. ثلاثة أشواط يعني الثلاثة الأشواط الأولى يستحب فيها للطائف أن يرمل، وهو يعني المشي بشيء فيه زيادة في السعي والعدو في المشي، وأن يمشوا أربعا. أما قوله ما بين الركنين، ما بين الركنين، فهذا فيه تفصيل أو نظر، يعني هذا محمول على ما كان في يوم عمرة القضاء، ما كان في يوم عمرة القضاء، أما ما بعد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم
كان صلوات الله وسلامه عليه يرمل في طوافه كله، في الثلاثة أشواط في طوافه كله، لكن يوم عمرة القضاء كان يرمل إذا كان هو في مواجهة المشركين، وكان يمشي إذا كان يخفى عن نظر المشركين. ولذلك يحمل قول ابن عباس هنا بينما بين الركنين على مكان يوم عمرة القضاء. أما بعد ذلك استقر الأمر على أنه يستحب للطائف أن يرمل الثلاثة الأشواط كاملة وليس بين الركنين فحسب، إنما الثلاثة أشواط كاملة. ويدل عليه الحديث الذي بعده، قال علي بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، خب ثلاثا ومشى أربعا. خب يعني رمل وسعى سعيا زائدا في المشي، خب ثلاثا يعني الثلاثة الأشواط الأولى، ومشى أربعا، وهذا يعني محمول على كل الأشواط وليس مجرد بداية الإيش، وليس ما بين الركنين كما هو ظاهر حديث ابن عباس السابق. ثم قال وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، قال متفق عليه. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. إذن فيعني خلاصة الكلام أنه يستحب للطائف أن يرمل الثلاثة الأشواط الأولى. هنا أيضا تنبيه، وهو لو أنه تعذر ذلك فإنه يسقط عنه وله الأجر بإذن الله، وله الأجر إذا تعذر ذلك بسبب الزحام مثلا فإنه يسقط عنه ذلك وله الأجر بإذن الله تعالى. ثم قال عنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، قال رواه مسلم. قال عنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، قال رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه استحباب استلام الركنين، فيستحب للطائف أن يستلم الركنين، والمقصود بالركنين ركن الحجر الأسود وركن الركن اليماني. والحكمة في ذلك أن الركنين الآخرين ليس على القواعد الصحيحة، ولذا فإنه كان يستلم الركنين لأنهما على القواعد الصحيحة، الركن الحجر الأسود وركن اليماني. إذن فيستحب للطائف أن يستلم هذين الركنين ولا يقبل الركن اليماني كما يفعل بعضهم خطأ. بعض الناس إذا استلم الركن اليماني قبله، التقبيل لا يكون إلا للحجر الأسود، أما الركن اليماني فيستلم باليد فقط. والركن اليماني هو الذي يعني يكون آخر الأركان في الشوط، آخر الأركان في الشوط، فهو يبدأ بركن الحجر الأسود وبينتهي بركن الحجر الأسود، فآخر الأركان الأربعة
آخر الأركان الأخرى يعني هو الركن اليماني، وهو في ضلع واحد طبعا مع ركن الحجر الأسود. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال: متفق عليه. عن عمر رضي الله عنه أنه وقف أمام الحجر الأسود وقال، يكلم الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني انظروا إلى يعني عظيم يعني عقيدة هذا يعني الصحابي الجليل الملهم رضي الله عنه عمر، فإنه مع عظيم فضل الحجر الأسود وعظيم مكانة الحجر الأسود، وأنه حجر من الجنة، وأنه يشهد لكل من استلمه، وأنه يقوت من الجنة ونحو ذلك، إلا أن عمر رضي الله عنه صاحب العقيدة السليمة، عقيدة التوحيد، يقف أمام الحجر ويقول: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم، لأن هذه البركة التي أعطيت له إنما هي بإذن من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي جعل له ذلك، أما هو في أصله فهو حجر، فالشرع هو الذي أعطاه هذه الصفة. ولذلك قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني أنني لولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت، إنما أنا أفعل ذلك اتباعا. فهذا فيه عظيم الاقتداء وفيه عظيم التوحيد، فإن عمر رضي الله عنه كأنه يرسخ للقاعدة التي وضعها كذلك العلماء بعد ذلك، وهي أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يبقى إذن لولا وجود الدليل ما فعلت. ولذلك كل عبادة تقبل عليها لابد أن يكون ذلك عن دليل، ولا بد أن تفعلها بدليل، وأما ما لا دليل عليه فهو بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشاهد من يعني هذا يعني بيان فضيلة الحجر واستحباب تقبيل الحجر الأسود. ثم قال: وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. والمحجن هو العصا يعني التي فيها عكوف، العصا الملوية نقول عليها احنا في التعبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده محجن، عصا ملوية. قال: يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وفي ذلك مسألة، وهي استحباب استلام الحجر بآلة أو نحوها عند التعذر لاستلامه باليد، أو عند تعذر استلامه باليد. إذا تعذر على الطائف استلام الحجر باليد استلمه بآلة أو بعصا أو نحو ذلك، وشرع له تقبيل هذه العصا أو نحو ذلك. وهذا كان بسبب أن الناس تزاحموا على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، طاف راكبا، فلما كان ذلك استلم الحجر بالمحجن، استلم الحجر
المحجن، وعليه فيجوز استلام الحجر بعصا أو نحوها وتقبيل هذه العصا. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على جواز الطواف راكبا ولو بغير عذر، ولو بغير عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو قادر على المشي، وقادر على المشي، فيجوز للإنسان أن يطوف راكبا حتى ولو كان قادرا على المشي. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. ثم قال: وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا ببرد أخضر. طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا ببرد أخضر. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا. الاضطباع هو جعل طرف الرداء الأيمن من تحت الإبط الأيمن على العاتق الأيسر، إنه يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على الكتف الآخر. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، وهذا يختص بطواف القدوم بخلاف ما يفعله عامة الناس، فإنهم يفعلون ذلك في عموم الطواف، يعني في كل طواف. والصحيح أن هذا يفعل في طواف القدوم، يفعل في طواف القدوم عندما يقدم الإنسان أول مرة إلى البيت. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما دخل مكة صلى الله عليه وسلم أول مرة، وعليه فيستحب كشف الكتف الأيمن أو الاضطباع في الطواف لمن قدم مكة. ثم قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. قال: متفق عليه. قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. هذا الحديث يدل على جواز جعل التكبير مكان التلبيه، يدل على جواز جعل التكبير مكان التلبيه. فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، يعني لا بأس بأن يكبر وبين يعني التلبيه، يستحب طبعا التلبيه وترديد التلبيه، لكن لا بأس بأن يقطع التلبية بعض الأوقات ويكبر مكان ذلك، فلا بأس في ذلك كما قال أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. قال: متفق عليه. قال ابن عباس: وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، ثم فسرها قال: أو قال في الضعفة، يعني الثقل يعني من فيهم ثقل في الحركة، النساء والمرضى والشيوخ والعجائز ونحو ذلك.
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل، جمع يعني مزدلفة بليل. وهذا الحديث تضمن يعني في مفهومه مسألة المبيت بمزدلف والانصراف ونحو ذلك. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وإذا تركه مع القدرة فإنه يجب عليه دم، فإنه يجب عليه دم. وأما المبيت فاختلف العلماء في قدره، والأرجح في ذلك أنه يجزئه أن ينصرف بعد نصف الليل، لأنه يكون قد مكث أكثر الليل فيصدق فيه البيات. وعليه فمن مكث في مزدلفة أكثر من نصف الليل يكون قد بات في مزدلفة. وفيه كذلك أي الحديث جواز الانصراف للضعفاء والنساء ومن يرافقهم بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، والانصراف إلى رمي الجمرة ليرموا، يعني انصرفوا ليرموا الجمرة قبل زحام الناس، لأنه السنة البقاء إلى ما بعد الفجر، ثم ينصرف الناس إلى رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر، صباح يوم النحر، فعند ذلك يكون الزحام. فالضعف يجوز لهم الانصراف من الليل ويجوز لهم عند ذلك الرمي. وهذه مسألة أيضا سيأتي الإشارة إليها مرة أخرى. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. قال متفق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة أم المؤمنين، وفي هذا الوقت كانت هي أكبر أمهات المؤمنين سنا رضي الله عنها، وكانت قد كبرت ويعني حملت اللحم ونحو ذلك، فكانت ثقيلة رضي الله عنها. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها أي النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الانصراف بليل. وهذا فيه أيضا الإشارة إلى أن الضعف والنساء والكبار العاجزين والمرضى وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء لا بأس من تقديمهم بعد منتصف ليلة النحر إلى منى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال رواه الخمسة إلا النسائي. قال وفيه انقطاع، يعني الحافظ رحمه الله يقول وفيه انقطاع. ابن عباس رضي الله عنه يقول قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال له بعدما انصرف بالضعف والنساء من أهل بيته، قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ظاهر الحديث أنهم يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل من مزدلف، لكن لا يجوز لهم رمي الجمرة إلا بعد طلوع الفجر. وهذا الحديث محل خلاف أو محل خلاف واختلاف عليه، محل خلاف بين العلماء في المسألة، ومحل اختلاف عليه في الثبوت، ومحل اختلاف عليه في
الثبوت. ولذلك الحافظ رحمه الله يقول وفيه انقطاع. والانقطاع كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يوجب ضعف الحديث، يوجب ضعف الحديث. والحقيقة أنه كذلك أيضا غير مسألة السند، فهذا فيه منافاة للتيسير، يعني هذا ينافي التيسير. إذا أذن لهم في الانصراف بعد نصف الليل فهذا من أجل التيسير والتخفيف عليهم، فلماذا نشق عليهم ونقول لا بل انتظروا ولا تذهبوا إلى الجمرة إلا بعد الفجر؟ طب ما هم أصلا يسر عليهم لئلا يكون هناك الزحام الذي يكون بعد الفجر. ولذلك الصحيح أنه من انصرف من الضعفاء والنساء ونحو ذلك بليل فله أن يرمي الجمرة بليل، وهذا من باب التيسير والتخفيف على أصحاب الأعذار. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. قال أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، يعني أرسل بها مع الضعفة، يعني انصرفت بليل، فرمت الجمرة قبل الفجر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وهذا الحديث فيه أن أم سلمة رمت الجمرة ليلا وذهبت إلى البيت أيضا في آخر الليل فأفاضت في يعني هذا الوقت، يعني طافت طواف الإفاضة، وهذا من باب التيسير، هذا من باب التيسير على الضعفة والمرضى ونحو ذلك. خلاصة يعني الكلام فيما يتعلق بالأحاديث السابقة أن المبيت بمزدلفة واجب، وأن الراجح من أقوال العلماء أن من بات بالمزدلفة أي من مكث في المزدلفة يعني أكثر الليل يكون قد بات، وعليه يجوز أن ينصرف بعد نصف الوقت أو نصف الليل، وأن من انصرف من الضعفاء أو غيرهم له أن يرمي الجمرة، له أن يرمي جمرة العقبة، وله كذلك أن ينصرف بعدها إلى البيت لطواف الإفاضة. فهذا من باب التيسير، والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نقف على هذا القدر الذي يتعلق الحديث اللي بعده بمسألة عرفة ورمي الجمار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.